السلام ومرحبا بكم. انا المترشحه وفيلا عبدلي على عماده مونتاج جانفي بحي تضامن. عم تحصل على شهاده الماجستير في علوم الحياه والارض واستاذه في علوم الحياه والارض كيف ترشحت الانتخابات بكم. برشا عباد شجعوني باش ترشحت، وطبعا جيت باش نقدم لكم البرنامج الانتخابي اللي فيه مجموعه من النقاط. بالنسبه للنقطه الاولى، نبداو في تطوير برامج الانشطه الرياضيه للاطفال والشباب وذوي الاحتياجات الخصوصيه عبر الاستغلال الامثل للفضاءات الموجوده والا باحداث فضاءات جديده. النقطه الثانيه، المشاركه في العنايه بالمؤسسات التربويه والاستشفائيه المحليه ودور الشباب. كيف باش نعملوا على انشاء مكتب او منصه الكترونيه لرصد مشاغل الشباب ومشاغل سكان المنطقه. النقطه الرابعه، دعم الشباب من اجل بعث المشاريع والانتصاب للحساب الخاص. النقطه الخامسه، العمل على تطوير مركز التكوين في المهن والحرف اللي تتماشى مع سوق الشغل. كيف باش نحاولوا على تكثيف وتطوير رحلات النقل والعمومي اللي في الحي نتاعنا تمثل مشكله كبيره. والنقطه الاخيره تتمثل في تاهيل وتنظيم الاسواق البلديه. نشكر برشا العبيد اللي شجعتني، اللي كانوا سبب باش اني ترشحت ومشيو انتخبوني وباش وصلت للمرحله الثانيه. وانا بصفتي مترشحه شابه بيناتكم واقرب للشباب في الرؤيه وطموحاتهم، نحمل نفس امالكم وطموحاتكم على تطوير البلاد باش نخدموها ونطوروها وتحملنا، خاطر في الوقت الحالي مكثر الشباب طموحاتهم الهجرة والخروج من تونس، بيسك ما عادش عنا كيما نقولوا بلاصة تعرف عنا وإلا خدمة حاسيلو نحقوا بها طموحاتنا وأحلامنا. ندعوكم باش تكونوا جزء معناها من أول انتخابات مجالس محلية صارت في تونس، وتشجعوني وتشجعوا كيف الشباب الكل اللي مترشحين، وتكونوا حاضرين نهار الانتخابات 4 فيفري. ومرحبا بكم.